نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحياه التحكيميه. كابتن ناصر منور. تحياتي كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لكم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي ابو رحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. منورنا يا نور كابتن. مبروك النادي الاهلي كابتن على الفوز وعلى الاداء والنتيجه، وهارد لك لنادي حرس الحدود. سريعا نروح للطاقم التحكيم، وهندي بس بدايه كابتن عادل تقييم لدرجه الحكم في هذه المباراه، وده مهم جدا جدا. البعض يرى ان المباراه سهله، يعني البعض يرى ان المباراه سهله وان تقييم الحكم بيبقى يعني صعب انك انت تقيم الحكم، ولكن انا بتكلم النهارده كابتن ممكن تكون المباراه سهله كابتن اسامه. سهله مباراه؟ اه سهله، في اخطاء تحكيميه كتيره جدا، وممكن تكون صعبه وما فيش اخطاء تحكيميه، يعني هو مش شرط. ولكن خليني اقول لك على الورق مباراه سهله، ولكن الشوط الاولاني كابتن عادل كانت الامور كانت صعبه، هدف وتحكيميا هدف واحد في مباراه بيصعب الامور. يمكن الشوط الثاني الدنيا فكت والنادي الاهلي سجل الثاني والثالث، ولكن خلينا نتكلم على امين عمر يا كابتن ايمن كحكم. كنت اتكلمت مع حضرتك في تطوير الحكام، لابد ان يكون في ميدان اللعبه كابتن اسامه. كابتن بلال، احنا مش هينفع ان مدرب يختار 11 لاعب من المحاضرات النظريه وما ينزلش الملعب. واحنا كنا اتكلمنا على فيتور بيريرا الخبير، وقلنا ان لابد ان هو ينزل الملعب مع الحكام، شوف الحكم، شوف الوزن، شوف الستايل، شوف السرعه، شوف التحركات، يصحح من الاخطاء. كابتن بلال الفتره اللي فاتت كان في مشكله كابتن عادل في التمركز بتاعه الحكام وقراءه اللعب. شفنا اكتر من مره حاله جات الكره في الحكم والحكم كان سبب، يعني كان سبب في انه جه هدف وعملت مشكله كبيره جدا. المعسكر اللي فات بريرا نزل الملعب، والاول مره يمكن من 3 اشهر من اول ما جه ينزل كابتن بلال الملعب مع الحكام يشتغل تدريب عملي، وهو ده التحكيم. يعني هو ده التحكيم، لو انت عاوز تطور انزل شوف الحكم، شوفه، اديله خبرتك كراجل مسؤول، وهو ده اللي بنتكلم فيه. امين عمر النهارده كان في المباراه كابتن ايمن تحركات نموذجيه باللي احنا بنشوفه في حكام افريقيا. النهارده امين عمر يمكن جايب كذا حاله، لا تحركات نموذجيه، ازاي بيخرج من اللعب او محيط اللعب، ازاي بيخرج بشكل سريع، ازاي بيعمل حاجه اسمها تنويع في اسلوب الجري كابتن شريف، يعني ما يبقاش هو جريه على نمط واحد، يعني بيعمل ازاي من تحمل سرعه لسرعه لرشاقه ومرونه للخروج بالظهر او بالجنب. حالات التحكيميه النهارده اجاد النهارده امين عمر كابتن ايمن، حالات تحكيميه معانا يمكن هو اعتمد على نفسه بشكل كبير جدا ونسي خالص الفار، وهو ده الكلام اللي احنا بنقوله يا كابتن بلال، اشتغل على نفسك، طور، اهتم، انسى ان في فار الا في الحالات الصعبه.